اختلالات في النظام البيئي البحري أو ظاهرة متكررة أيا تكن، فقد ألقت هذه الحالة بنحو 45 دولفينا إلى شواطئ قلنسية في جزيرة سقطرى اليمنية بالمحيط الهندي. شكلت الحادثة خسارة فادحة بالنسبة لواحدة من أذكى الكائنات البحرية الأليفة والصديقة للإنسان. هنا في شاطئ قلنسية شمال غرب الأرخبيل جرت عدة محاولات لإعادة الدلافين إلى المياه وفك شفرة الغموض الذي يحيط بها، لكنها فشلت. معنا حادثة ظاهرة دولفين، خروج دولفين في منطقة تدوى، هنا معنا في منطقة تدوى أكثر من 45 حوت تقريبا. حاول بعض الشباب يردوه البحر بس رفض أن يرجع البحر ويرجع البر. وحدثت هذه الظاهرة قبل 6 سنين هنا في هذا المكان. وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين الذي قلل من عدد الدلافين النافقة قال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الأسباب الحقيقية لما حدث لم تتضح حتى الآن، لكنه أكد أنه يتم العمل لإنزال فريق من هيئة الأبحاث لدراسة الحالة. بعض المهتمين رجحوا على أن ما حدث يعد ظاهرة في الانقلاب الرأسي لمياه المحيطات والبحار أو ما تسمى محليا بالبردة أو البلدة، على الرغم من أهميتها لتجديد الحياة البحرية ومدها بالغذاء من قاع المحيط، فإن البرودة الشديدة للمياه الصاعدة من هناك تؤدي غالبا لنفوق بعض الأسماك والدلافين وحتى الحيتان.